مروان مروان، طب افتح بس، عايز اكلمك عشان خاطري. افتح. طيب مروان مروان، ما تزعلش مني والنبي، انا عارفه ان انا غلطت، بس والله مش هعمل كده تاني. انت رايح فين؟ طب ما تاخدني معاك، انا ملياش حد غيرك هنا والله في البلد دي. مروان عشان خاطري ما تزعلش مني، والله مش هعمل كده تاني، والله العظيم يا مروان مش هعمل كده تاني. مروان عشان خاطري والنبي يا مروان. الحقيقة أنا كنت عايز أجي لسيادتك في البيت وأتكلم معاك في الموضوع ده، بس لقيت إنه أفضل إن إحنا نتكلم في المكتب. أوي أوي، نو بروبلم، مفيش مشكلة. في إيه؟ للأسف عندي أخبار مش كويسة شوية. بخصوص أيدي؟ للأسف أه. يا ساتر يا رب. في إيه؟ في إيه؟ قول لي، أنا قلبي انقبض، اتقبض عليها؟ لا 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 خالص. أحد قلبي، أمال في إيه؟ الموظفين بتوع الشركة رافعين قضية على هايدي. بعد ما عرفوا بحجز البنك على الشركة، كل واحد فيهم رفع قضية مستقلة ورافعين قضية مجمعة. موظفين إيه وهباب إيه والكلام الفارغ ده؟ إحنا مش كنا خلاص خلصنا من الصداع ده؟ هما كانوا سكتوا بالمسكن اللي سيادتك عملته لهم، على أساس إن دي فترة مؤقتة وكل واحد هيرجع لشغله، بس دلوقتي بالنسبة لهم مفيش شركة وهما بيطالبوا حقوقهم. طيب أنت شايف إيه؟ أنا بحاول أدرس الوضع القانوني من ناحية، في نفس الوقت بحاول أوصل لقيادات العمال، عايز أقعد معاهم وأشوف إيه سقف طلباتهم. لو طلع قريب حضرتك تتصرف معاهم وتخلصنا من الحكاية دي. دول بقوا 75 قضية وبيزيدوا، لدرجة إن المحامي بتاعهم مش عايز ياخد أتعابه دلوقتي، مأجلها لأنه ضامن القضية. أنت خليك ماشي في السكتين، وأنا برضو سيبني فرصة كده هفكر وهقول لك على الحل. انت بتعملي ايه؟ هو انت فاكراها يا خزنه دي حيالة تلاجه معفنه خايفه الحراميه يسرقوها؟ انا عايزه اسال سؤال. انا اقفل التلاجه بالقفل، اقلبها تلاجه كازوزه؟ انت مالك؟ مالكيش فيه؟ ما تستمحي ولا صبحه جل. انا كم مره قلت لك تتكلمي بطريقه ارقى من كده؟ بعدين انا مش بقول لك كده علشاني، انا بقول لك عشان خالتك المسكينه بتقعد طول اليوم جعانه، وبعدين تقعد تصوت وتلم علينا الناس وتفضحنا. برضك مالكيش فيه، خالتي انا وهتفضحنا انا. انت بس بطلت تحشري مناخيرك في كل حاجه. لا مش خالتك انت لوحدك، خالتي انا كمان قدام الناس يعني. ايه خالتك ده مين؟ اروح خالتك؟ انت هتمسحي فينا ولا ايه؟ ده انت حاله مستاجره عندنا اوضه مفروش. وبعدين بقول لك ايه، احنا كده عندنا نظام، انا عامله لها بطاطس المهروسه بالبيض بتاعتها وشايله لها في قلب النمليه، هي منين ما بتجوع بتروح تاكل من النمليه من ايام امها الله يرحمها. احنا على كده نمليه ايه وقرف ايه؟ هو في حد اصلا ياكل من حاجه اسمها نمليه؟ ما تتبطي بقى على الصبح، خلينا انزل اشوف اكل عيشي. مش قلنا كفايه وشك الحلو قدامك السعد؟ يا حبيبتي اللي بيحصل لك ده بسبب البلطجيه والعشوائيه اللي انت عايشه فيها. يا هتعمل لي فيها ملامس الحديد على الصبح؟ انا ناقصه عايزه بطاطس من النمليه. انت يا بني ادمه يا مجنون، تقفلي الباب عليا وتحبسيني ليه؟ سندس لو خرجت بتوه ما بنلاقيهاش. هتخرج ازاي بس وانا موجوده؟ انت مخك ربنا خلقهولك ليه؟ مش بتفكري؟ بطلي غلب احسن، اقسم بالله ارجع ظروفك دماغ تكتمي بقيه اليوم. بقول لك ايه، انا بعمل لك نسخه وابعتها لك، بس بيسك عليها، اوعي تغفلي عنها احسن تفتح وتخرج. وبيخلي بالك من المفتاح، اوعي تضيعيه، حطيه في صدرك. حطيه في صدرك؟ ايه الالفاظ المعفنه دي يا بنت؟ انت يا اللي ماشيه حلوه. حاضر يا سمر. نعم. انت بايدة كده ليه يا اختي؟ ميرسي، متشكرة قوي يا سمر. انا جعانة. طب اعمل لك ايه؟ عايزة اكل. ما بعرفش اعمل اكل. لا، بطاطس بالزيت. وهي فين البطاطس بالزيت؟ في النملية. والنملية دي فين؟ النملية في السرير. هقوم انا يا بنتي بدل ما حد يتكلم معاكي. اقعدي يا حاجة انتصار، ما حدش هيتكلم. اقعدي، انت تعبانة، ده انت كنتي هتقعي من طولك، وبعدين ضغطك واطي قوي. ربنا يكرمك يا هاجر يا بنت حقوقة ويقعدهولك. والله يا بنتي كانوا أحسن الناس، هي بس دجوها طلع لأبوها طول عمرها هتبيع أي حاجة عشان خاطر الفلوس. معلش يا حاج، ما هي بنتك برضو. أيوة يا أختي، بس ربنا ما يرضاش بالظلم، وهي سبب المرمطة اللي أنا فيها دي. أنا مش زعلانة منها، أنا زعلانة عليها. احنا طول عمرنا فقراء، بس عايشين بشرفنا. لازمتها ايه الفلوس دي اللي تخليك تبيعي امك وابوك واخواتك ودنيتك وشرفك؟ ابو هاجر،
الحقيقة ابراهيم عايز يمشي. يمشي يمشي ازاي؟ انا عارف. امشي قدامي. عايزه اوصلها خالص يا كوري احسن، خايفه تلقط حاجه من المدرسه، وخصوصا ان بقالي يومين مش مرتاح. يا نصيبتي لقيتي ايه؟ قمله ولا زبال؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، انا مفليها امبارح بس للامان. اه خضتيني خليتي نهرش. ماشي مالكه بنت مكلدمه كده ليه؟ انت مش عايزه تقص شعرك؟ لا مش عاوز. البنت مقهور على شعرها وتعز توصل احتياطي. قومي يا بنت مفيش قص. هو ايه جرى يا كوريا؟ مش عايزه تشتغلي ولا ايه؟ يا اختي عايزه اشتغل، انا اكون قاعده في المحل بعمل ايه؟ باخد حمام سمس، لكن برضك انت مش هتشتغلي غصب عن الزباين. بقول لك ايه؟ تعالي اقعدي انت اعملوا لك بلح. لا خلوا لك يا اختي البلح بلح ده. يا اختي النسوان دي ماله البلح؟ هو وحش البلح؟ مساء الفل يا استا كوريا. خير يا طاو؟ جاي تترازل عليا في محل اكل عيشي ولا ايه؟ نازله تحني يا كوريا فينا وليل النهار بتنبطي. ده انا يبقى قاطع رجلي لو ادخل اترازل على حرمه صاحبي وهو مرمي في المستشفى. امال عاوز ايه؟ يعني هكون عاوز ايه؟ مش كوافير حريمي ده لا مؤاخذه ولا ايه؟ ولا احنا في مركز الابداع؟ كوافير يا ريس. انت صح يا كبير. تمام. اختي بقى اخونا وهدان الصغيره فرحها قريب وجايين نحجز لها، وقلت بالمره ارغي معاكي وناخد وندي عشان اعرف ايه بقى الموضوع اللي انت عارفاه وانا عارفه ومسكهولي الزله. شوف يا طاعو، الرغي هنا في المحل للحريم مع الحريم بس، ما بيخشش هنا رجاله ولا نصاص رجاله. فاتكل على الله بقى من هنا دلوقت بدل ما وتربت امي. مش هقولك استنى ما يخرج هيمة، انا اللي هفرج عليك امي لا اله الا الله وقتي. خلاص شتفتيني. طب اسمعي بقى يا ست الستات، هيمة خارج قريب وهندي مقصات هربان والحكومه بتدور عليه، بس هو حاطط في دماغه هيمة. بس انا بحب هيمة ولا ممكن اخلي حد يعلم عليه من حته تاني؟ ده انا ساعتها يجيني طعون على حق. يلا يا رجاله لحسن حسن الاكسجين اللي في المطرح شاحح مني. سلام. بقول لك يا دكتور الله لا يسيئك، انا لا ليا في جو المستشفيات ولا الحقن ولا البنج ولا الكلام ده، انا قلبي مقبوض وحاسس ان انا روحي هتطلع لو قعدت هنا اكتر من ساعه. يا ابراهيم انت عندك جرح كبير في مكان خطر وعامل لك تهتك في عضلات الكتف ونزلت دم كتير قوي. مش مهم خرجني من هنا. يا ابراهيم انت محتاج راحه تامه ورعايه طبيه على الاقل كام يوم. طيب تمام، انا هروح ارتاح في بيتنا، هفضل قاعد قدام التلفزيون 24 ساعه. انت عندك تلفزيون؟ اخرس انت، اكتب لي على خروج الله يكرمك. انا عندي فكره يا دكتور، ابراهيم اخويا انا اروح معاه البيت واخدمه اللي هو عايزه وانا تحت امره. ما هو المساله مش راحه وبس، انت عندك ادويه وحقن لازم تاخدها بانتظام ومحتاجين نطمن عليك كذا مره في اليوم. لا اطمن يا دكتور اطمن، انت لو عايزني اخف اكتب لي على خروج، احنا عندنا حلاق صحه بسم الله ما شاء الله، اديت تلف في حرير، هبعته يديني الحقن اللي حضرتك هتكتبها لي. انت بتهزر؟ لا. حلاق ايه وصحه ايه؟ مفيش خروج قبل 3 ايام على الاقل. ايه ده؟ وبيزعل ايه؟ وبيزعل؟ ابله يا ابله. حلقت لك كمان؟ بقول لك انا من رايي احنا نسمع كلام الدكتور نقعد هنا قد سنه او سنتين. اخرس انت، خرجني من هنا سوكا. سوكا خرجني من هنا. عايز احكي لك حكايه. حكايه لواحد صاحبي اسمه صبحي. ياما كنت في الوراق كنا زملاء في الجامعه. كان صبحي دوت ما عندوش غير قميص وبنطلون واحد بيحضر بيهم كل يوم. بعد ما بيخلص الجامعه بينزل على الشارع بيدور على الفلوس باي شكل، اشتغل اي حاجه، يبيع مناديل، يغسل عربيات، يبيع فل، اي حاجه، المهم يجيب فلوس. وفي يوم راح لراجل صاحب محل كشر قاعد يتحايل عليه عشان يشغله عنده. الراجل صعب عليه وقام مشغل صبحي. صبحي اشتغل يغسل صحون وحاجات زي كده، الراجل حبه وابتدى يرقيه شويه بشويه لغايه ما قعده على الكيس اللي هو الكاشير يعني بلغتنا دي. مش صبحي بقى يحمد ربنا، لا، صبحي طمع. طمع صبحي وابتدى يفكر ازاي يشارك الراجل في ماله. ابتدى يلعب على الراجل، الراجل حس. تخيل انت الراجل يعمل ايه؟ ها؟ ولا حاجه. ليه؟ عشان الراجل طيب. قام طرده اسبوع والتاني، وصبحي خلص القرشين ونزل تاني الشارع يشيل شنط ويغسل عربيات ويبيع مناديل وفل لغاية ما تعب. قام راجع للراجل تاني وبس ايديه قبل رجليه، ولا بوس ايدك ابدأ معاك من الأول إن شاء الله اغسل صحون. الراجل قال له خلاص. قال له ايه بقى؟ خلاص. قال له ادخل يا صبحي، خد دش وغير هدومك وخش المطبخ
استلم شغل. ها مستنية ايه؟ ادخل خدي دش وغيري هدومك وخش اوضة النوم استلمي شغلك. يلا ايه وقفتي ليه؟ يلا حبيبي يلا ماما يلا. اهو الاكل اهو كولي. اكليني انت بطاطس بالزيت اهي. اكلك انا؟ اه قلت كتير. حاضر حاضر تفضلي. الله الاكل حلو قوي من ايدك. ده كوريا سايبهولك. لا انت اللي عاملاه. خلاص زي ما تحبي انا اللي عاملاه، المهم عجبك. الله بالهنا والشفا. سعد بيحب البيض. سعد مين؟ ابني. آه. طب قوم اعملي له بيض. انا اخلص اكل بس واقوم اعمل له بيض. اتفضلي. وحننزل نخرج. نخرج نروح فين بس؟ نجيب حلاوه. مش هينفع نخرج، انا هحط لك حاجه تفرجي عليها في التلفزيون وادخل انا انام. تلفزيون لا لا تنامي لا. اخرج اخرج مش بره. هينفع نخرج يا سندس. لا ينفع ينفع. ماليش دعوه ماليش دعوه. طب بتعيطي ليه بس؟ عايز اخرج. اجيب حلاوه حلاوه بالسوداني. يا ربي. طيب طيب خلاص خلاص تعالي ما تعيطيش تعالي. خلاص هخرجك وامري لله. فابو الريش عارف مصمت حبايب السيده؟ انا بقى في الحاره اللي في ظهره عدل. شلاه يا ام هاشم وشارع زين العابدين ده المنطقه دي دنايسها كلها. بقول لك ايه، تعرفي زيكا باصبع؟ اه ده كان صاحب حاتم اخويا الله يرحمه. هو انت كان ليكي اخ اسمه حاتم الله يرحمه؟ حاتم الايطالي. انت ما تعرفوش الايطالي؟ الايطالي السداه الاسم ده مش غريب عليا. طب وانت ليك اخوات تانية يعني غير الايطالي؟ عندي اخويا فواز الكبير، ده بقى اللي بيقطع التذاكر في مستشفى ابو الريش. بس قول لي يعني، هو انت ما بتعملش حاجه تانية غير موضوع الغنى ده؟ لا مطرب. ايوه يعني غير الغنى والطرب مفيش شغلانه تانية؟ انت طيبه على نياتك. هو في مطرب في مصر ما بيكسبش؟ انا لو ربنا كرمني والفلوس جريت في ايديا كده مش هقول لك، لازم انا اخلي منطقتي دي بطن البقر احسن منطقه فيك يا مصر. بقره دي بقول لك ايه في ايه. دي منطقتي يعني، لا الزمالك ولا المعادي ولا شبرا، بقول لك منطقتي بطن البقر. المهم طاني شريف بقى هسميه ايه؟ بطن البقره يا امي. مش معنى يعني تاني شريط؟ ما اول شريط لازم أن ينزل باسم امي، كلمات امي، الحان امي، توزيع امي، حتى الصوره بتاعت الشريط هينزل عليها صورة أمي. ما انت ما تعرفيش أمي دي. أمي دي هتعرفيها هتعرفيها. يا ولا يا ولا انت هو لعب بعيد. والله لو الكرة دي جت ناحيتي لقطعها لكم نتائج على دماغكم ودماغ اللي خلفوكوا. جت كل قرف. السلام والرحمة يا خالتي موسوكة، عاملة ايه؟ اقعدي يا اختي. عاملة كويس الحمد لله. عملت حلة رز بلبن قلت لازم انا ادوقك منها. حطالك بقى ايه؟ زبيب وجوز الهند وزدان يستاهل بقك. متعبه نفسك ليه يا بنتي يا نواه؟ تعبك راحه يا خالتي. والله والله وحشتني القعده معاكي والنم على اللي رايحه واللي جايه. عايزه تنمي على مين يا بنتي؟ على كوريا؟ كوريا دي مين؟ قديمه. قديمه؟ كوريا دلوقتي بقت قديمه يا اختي. امال عاوزه مين الجديده يا روح؟ جمالات. جمالات؟ اسم الله عليك اسم الله يا اختي. عاوزاني انمي معاكي على جمالات بطبق رز بلبن؟ لا يا حبيبتي مش اقل من صينيه بسبوسه بالقشطه وعين الجمل يا روحي. والله والله ما يغلو عليكي يا ام سوكة، ده انت حبيبتي ده انت الغاليه. بس بجد بجد والله العظيم البت صعبت عليا. ما يصعبش عليكي غالي يا اختي. مالها؟ مترمله يا عيني. البت صغيره وزي القمر بس مترمله. جوزوها راجل من الخلاجه كبير في السن. ومقرش ومعاه فلوس بس يا عيني اتفرهد منها ومات. ولاده بقى راحوا واخدينها وقالوا لها يلا يا اختي امك في العش ولا طارت. طردوها طردت الكلاب ورجعت يا قلب امها ايد ورا وايد قدام. وما خلفتش؟ لا ما خلفتش. هي لو كانت خلفت كانوا طردوها طردت الكلاب كده هو. طب ومالها يا اختي من ساعه ما طلعت يعني لا حس ولا خبر.
الله، لا تكون مستكبره وشايفه نفسها علينا ولا على رجليها نقش الحنه. يا اختي انا ما اعرفش، انا لا احب حد يقولني ولا يعودني، بس يا بنت البت ده اهي سهناي. اه والله سهنه كده اهوت، وتحس انها ما تريحكيش، زي ما يكون عندها حاجه كده اهوت مدفونه جواها. اه والله. لا 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 لا، حاجه مدفونه عليك انت برضو يا موسوكا. اه انت كده لا تبقي خالتي ولا عرفتك. وحيات مقاصيصي دول، لا اجيب لك قرار الموضوع والمدفون كله. ده انا ما بقاش ام موسوكا يا بنت. تخرج تقعد، انا ماليش فيه. انا اللي عايز اعرفه دلوقتي ايه اللي بينك وبينها ولا ابراهيم. كتف وجعني قوي يا كوري. الواد غزل. سيبك من كتفك دلوقتي ورد عليا. اللي بينك وبين نوال؟ نوال ايه ونيله ايه؟ نوال ايه ونيله ايه اللي قاعده بتحوري لي عليها؟ انت كل حاجه هتحوريها لي يا كوري. ما تعملهمش عليا يا هيم، انا كوري. وانا هيما حبيبك يا كوري. ايوه خش عليا بالنعم خش. بقول لك يا هيم، انت كل اللي بينك وبين الوليه دي قدام عيني. ازيك يا ست نوال؟ ازيك يا ابراهيم؟ ايه بقى اللي خلاها تيجي تعمل البوليكه دي كلها بقى هنا؟ ده ولا كان جوزها هو اللي مرمي في المستشفى، عقبال ما اشوفهم الجوز مرميين في مشرحها. قادر يا كريم، ايه بقى اللي بينك وبينها عشان تعمل ده كله؟ انت شفتش عملت ايه؟ شفت شفت، انا لا شفت ولا حسيت يا كوريا. ده انا كنت هضيع ورب العرش نجاني يا كوريا. انا في ايه ولا في ايه؟ ماشي يا هيم، بكره نقعد على الحيطه. يا بت يا هبله، ده شغل حريم. دي بتعمل كده عشان ارشم الحيطه، شايفاكي بتحبيني واقع عليا، وانا بصراحه واد جامد ما تسابش يعني لقطه. حاضر يا هيم، هتقرطص لك. حاضر هتقرطص، بس بمزاجي هتقرطص، بس مفتحه لك. وخلي بالك انا كوريا، كوريا اللي ضيعت سنه من عمرها في السجن عشان ما تقبلتش بس حد يجي على حقها وحق زملاتها في المصنع. يعني الواقعه بموتها يا هيما، بموتها يا كبدين.